بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها أمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير الإصحاح 11 في عظة 78 بعنوان مثل صديق نصف الليل. فيها القديس كيرلس بيفسر الأعداد من 5 ل 10. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟ فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إن لغة الكتاب الإلهية الموحى بها دائما عميقة، فلا ينكشف معناها لمن عندهم مجرد رغبة فقط أن يفهموها، بل لأولئك الذين يعرفون أن يفحصوا أغوارها جيدا وقد اغتنوا بالنور الإلهي في ذهنهم، ذلك النور الذي بواسطته يبلغون إلى معنى الحقائق الخفية. لذلك فليتنا نطلب الفهم الذي يأتي من فوق من الله مع استنارة الروح القدس، حتى نبلغ إلى منهج سليم لا يخطئ، وبهذا المنهج يمكننا أن نرى الحق الذي تحويه الفقرة التي أمامنا. بدأ القديس كيرلس العظة بمدح الناس اللي مش عندها رغبة فقط إنها تفهم الكتب الإلهية، ولكن اللي عندها أيضا النور الإلهي أو النعمة الإلهية اللي من خلالها يستطيعوا إنهم يفهموا كل حقيقة موجودة في الكتاب المقدس. وقال ان احنا يريد نطلب الفهم اللي يجي من فوق من الله مع استنارة الروح القدس عشان نبلغ او نوصل لمنهج سليم يخلينا نفهم الحق او الحقيقة اللي موجودة في المثل بتاع صديق نصف الليل. قد سمعنا ما قاله المخلص في المثل الذي قرئ علينا، الذي لو فهمناه جيدا فسنجده محملا بالفوائد. إن تسلسل الأفكار فيه عجيب جدا، لأن مخلص الكل قد علمنا بناء على طلب الرسل القديسين ما هي الطريقة التي ينبغي أن نصلي بها، ولكن قد يحدث لأولئك الذين تعلموا منه هذا الدرس الخلاصي الثمين أن يقدموا صلواتهم أحيانا بحسب النمط الذي أعطي لهم، ولكنهم يفعلون ذلك بملل وكسل، وهكذا حينما لا يستجاب لهم بعد صلاتهم للمرة الأولى أو الثانية فإنهم يكفون عن تقديم التوسلات وكأنها لا تجديهم نفعا. ولذلك فلكي لا يحدث معنا هذا، ولكي لا نعاني من الأذى الناتج عن صغر العقل هذا، فإنه يعلمنا أن نواصل ممارسة الصلاة باجتهاد، وبواسطة المثل يبين لنا بوضوح أن الملل في الصلاة هو خسارة لنا، بينما الصبر في الصلاة هو نفع عظيم لنا، لأنه من واجبنا أن نثابر دون أن نستسلم للتراخي. وهذا يعلمنا إياه بقوله: إن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. قديس كيرلس في الفقرة دي ابتدى يقول ان التسلسل اللي موجود في الكتاب المقدس في الفقرة دي هو تسلسل عجيب، لان ربنا يسوع بعد ما قال للتلاميذ بناء على طلب منهم ان هم يصلوا بصلاة ابانا الذي لما هم طلبوا منه ازاي يصلوا، فعشان ما يجيش حد ويمل من الصلاة بعد ما يكون صلى مرة واتنين وطلب مرة واتنين
ولم يحدث استجابة لطلبه، أعطانا المثل ده عشان يوضح لينا أهمية عدم التململ من الصلاة، وأهمية الصبر في قد إيه هو نافع لينا، وقد إيه الإنسان لما يبقى عنده لجاجة يستطيع أن يأخذ ما طلبه من الله حتى لو كان بعد زمن. والآن فلننتقل إلى الحق الذي أعلنه في سورة مثل: كن لجوجا في الصلاة، اقترب من الله المحب الشفوق، واستمر في ذلك على الدوام. وإذا رأيت أن النعمة وإذا رأيت أن عطية النعمة قد تأخرت، فلا تستسلم للضجر ولا تيأس من جهة نوال البركة المتوقعة. لا تتخلى عن الرجاء الموضوع أمامك، ولا تقل في داخلك بغباء أنني قد تقربت مرات من الله ولم أحصل على شيء مطلقا. لقد بكيت ولم أنل شيئا، لقد تضرعت ولم أستجب، طلبت لأجل كل شيء ولم يتحقق شيء. بل فكر بالحري في داخلك هكذا: إن ذلك الذي هو الخزانة الجامعة لكل صلاح يعرف حالنا أكثر مما نعرف نحن، ويعطي كل إنسان قدر ما يحق له وما يناسبه. فأحيانا أنت تطلب ما يعلو قامتك، وتريد أن تحصل على تلك الأشياء التي لا تستحقها بعد. أما الواهب نفسه فيعلم الوقت المناسب لمنح هباته. قديس كيرلس بيدعونا للجاجة في الصلاة، وإن احنا نقترب من الله ونستمر في التقرب منه لأنه محب وشفوق علينا على الدوام، حتى لو رأينا إن النعمة والعطية اللي بتديها اتأخرت، فما استسلمش، ما يأس من جهة إن أنا هنال البركة، وما تخلاش عن رجائي. أنا حاطط رجاء قدامي، ما تخلاش عن رجائي، وما أقولش إني صليت كتير قدام ربنا وما فيش حاجة حصلت لي، عيطت وبكيت وصليت وربنا ما استجابليش. لكن يدعونا ان احنا نفكر ونقول في نفسنا: ان ذلك الذي هو الخزانة الجامعة لكل صلاح. تعبير جميل قوي، ربنا هو الخزانة الجامعة لكل صلاح. طبعا تعبير خزانة هو يعني معناها إناء أو دولاب، أو يعني هو الحاوي لكل صلاح. والله نفسه هو أكتر واحد يعرف حالنا أكتر ما احنا نعرف عن نفسنا، ويعطي كل إنسان قدر ما يناسبه. لأن أحيان كتير احنا بنطلب أشياء تعلو عن قامتنا، سواء الروحية أو الجسدية، ما أقدرش أنا أعيش العيشة دي وبطلبها أحيانا، الله يتأخر إلى أن يحدث لي نضج بشكل معين يجعلني أستطيع أن أحيا تلك الحياة. فبيقول إن الله هو العالم ما هو الوقت المناسب لمنح هباته. إن الآباء الأرضيين لا يحققون لأولادهم رغباتهم في الحال، ولا يعطونهم إياها بدون تمييز، ولكنهم يبطئون غالبا رغم الإلحاح عليهم. وهذا ليس بسبب شح أيديهم، ولا لأنهم لا يعتبرون ما هو الذي يسر سائليهم، بل لأنهم يعتبرون ما هو نافع وضروري لأجل سلوكهم الحسن. هنا القديس كيرلس عطى مثل جميل قوي من حياتنا الأرضية، إن لو في أب أرضي أو أم أرضية، لما أولادهم يطلبوا منهم حاجة بيبقوا بطاء في تنفيذ الأمر. وده بيعلمنا جانب مهم من التربية، إحنا نعلم ولادنا إن مش كل الأمور مستجابة،
حتى لو كنت أنا مقتدر ماديا. ليه؟ ده عشان أنا بخيل شح أيديهم؟ لأ. طب عشان خاطر أنا مش عايز أفرح ابني؟ برضو لأ. ولكن عشان أنا بشوف إيه هو النافع وإيه هو الضروري من أجل إن ابني يسلك سلوك حسن. طبعا المثل ده على ربنا، إذا كان الآباء الأرضيين بيعملوا كده، ربنا بقى الكلية الحكمة يعمل إيه مع أولاده؟ فكيف إذن لذلك المعطي الغني والسخي أن يهمل الإنجاز الواجب للناس الذي يصلون لأجله؟ إلا إذا كان طبعا وبدون شك يعلم إنه لن يكون نافعا لهم أن ينالوا ما يسألونه. لذلك فينبغي أن نقدم صلواتنا لله عن معرفة ومواظبة، وحتى إذا كان هناك بعض الإبطاء في الاستجابة فاستمر بصبر مثل جامع الكرم، وتأكد أن ما نحصل عليه بدون عناء ونربحه بسهولة فهو عادة يكون محتقرا، أما ما نحصل عليه بكد فهو يهبنا سعادة أكبر ويكون ملكا ثابتا لنا. فليس كرولوس قارن ما بين المثل اللي قاله عن الآباء الأرضيين وبين ربنا المعطي الغني والسخي. ما بيهملش أي حاجة الناس بتطلبها، واللي بيصلوا ليه عمره ما بيسد أذنه عنهم، لكنه في نفس الوقت عارف إيه النافع لينا إحنا اللي بنسأله. عشان كده مهم إن إحنا نقدم صلواتنا لله عن معرفة وبمواظبة. أبقى فاهم أنا بصلي إزاي ومواظب على صلاتي، حتى لو ربنا أبطأ في الاستجابة أستمر زي جميع الكرم، زي الناس اللي بتجمع العنب يفضلوا يحصدوا عنقود عنقود، ما ينفعش يعملوا الشغل بطريقة أسرع من كده. ليه؟ لأن العنب ثمرة ضعيفة، لو حصل فيها يعني سرعة ممكن تفسد المحصول. وتأكد أن ما نحصل عليه بدون عناء، العبارة دي جميلة أوي، ونربحه بسهولة فهو عادة يكون محتقرا. أي حاجة بناخدها بسرعة وسهولة بتكون حاجة محتقرة، أما ما نحصل عليه بكد فهو يهبنا سعادة أكبر ويكون ملكا ثابتا لنا. فعلا إحنا حتى على مستوى امتلاكنا للأمور المادية، لما أكون عايز أشتري حاجة وأعرف بسهولة إن أنا أحصل عليها، ألاقي نفسي بفرط بيها بسهولة، وألاقي نفسي أستخدمها مرة واتنين وبعد كده أهمل استخدامها، في حين إن لو أنا تعبت عشان أحصل على شيء فأنا بقدر قيمته وعمري ما فرط فيه بسهولة. كان بالأولى يكون العطايا اللي بناخدها بعد صلوات طويلة. ولكنك ربما تقول إنني أتقدم إلى الله كثيرا متوسلا ولكن بدون نتيجة. أنا غير متكاسل في التضرعات بل مثابر ولحوح جدا، فمن الذي يضمن لي أنني سأنال ما أطلب؟ من الذي يضمن لي أن تعبي لن يكون باطلا؟ وأنا أقول لكم هكذا يتكلم معطي المواهب الإلهية نفسه إليك قائلا، وأنا أقول لكم اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يطلب يجد ومن يقرع يفتح له. فليس كيرلس بيتساءل، ربما واحد يجي يقول أنا بقف قدام ربنا كتير وبتوسل كتير بتضرع كتير ومش مكسل أبدا، لكني فعلا عندي لجاجة، ايه اللي يضمن لي ان انا هاخد اللي انا طلبته؟ ايه اللي يضمن لي تعبي انه ما يكونش تعب باطلا؟ قديس كرولوس بيقول له انا مش هجاوب، ولكن كلمات المسيح اللي بتجاوب لما قال الحق اقول لكم، او انا وانا اقول لكم اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم.
ويعلق القديس كيرلس على عبارة وأنا أقول لكم فيقول: وهذه الكلمات وأنا أقول لكم لها كل قوة القسم. ربنا لما يقول وأنا أقول لكم كأنه بيقسم بذاته. ليه؟ لأن كلمة الله صادقة. زي كده الإقسام في الأساس هو إقسام من أجل الصدق، طبعا ده في العهد القديم، يعني ما ينفعش أحلف باسم الرب باطلا، ولكن في العهد الجديد ربنا قال لنا ما تحلفوش أساسا. ليس أن الله يكذب حينما يكون الوعد غير مصحوب بقسم، بل لكي يوضح أن ضعف إيمانهم قائم على غير أساس. قديس كرولوس هنا بيقول تعبير مهم أوي، بيقول إن مش معنى إن ربنا حتى ما قالش قسم ده معناه إنه هيكذب في وعده، لا، ولكن هو بيقول القسم عشان يوضح إن ضعف أمانهم هو على غير أساس. اللي مش مصدق ده هو ما عندوش أساس يصدق عليه فبيعطيه قسم، وهو أحيانا يثبت سامعيه بقسم. لذلك فنجد المخلص في مواضع كثيرة يسبق كلماته بعبارة الحق الحق أقول لكم. لذلك فعندما يجعل وعده قسما فإنه يصبح أمرا غير بريء من الإثم أن لا نصدقه. لما ربنا يقول كلمة الحق الحق أقول لكم دي عاملة زي القسم، ويبقى شيء ممتلئ إثما إن كان الإنسان لا يصدق الله. لذلك فحينما يدعونا الرب أن نسأل فهو يأمرنا ببذل الجهد، لأننا بواسطة الجهد نجد دائما ما نحتاج إليه، خاصة إذ كان ما نطلبه يناسبنا أن نحصل عليه. فذلك الذي يقرع لا يقرع مرة واحدة فقط، ولكن مرة ومرات يهز الباب إما بيده أو بحجر، لدرجة أن صاحب البيت يصبح غير قادر على احتمال ضجيج القراعات فيفتح له حتى لو ضد إرادته. فتعلم إذن مما يحدث حولنا الطريقة التي بها تحصل على ما هو نافع لك. اقرع وكن لجوجا واسأل، فإنه هكذا ينبغي أن يعمل كل من يسأل أي شيء من الله، كما أن الحكيم بولس يقول صلوا بلا انقطاع. قديس كيرلس بيقول إن ربنا لما بيدعونا إن إحنا بنسأل هو بيأمرنا إن إحنا نبذل الجهد زي ما بنبذل الجهد في أي شيء إحنا بنبقى عايزينه. وبيقول اللي بيقرع ده مش بيقرع مرة، ده بيقرع مرة واتنين، يبقى فيه إلحاح طول ما هو متأكد إن صاحب البيت موجود. وصاحب البيت في الحالة دي مش هيبقى قادر يحتمل كتر الخبط على الباب، حتى ولو دقت إرادته هيقوم ويفتح. وقديس كرولوس بيقول تعلم من اللي بيحصل حواليك في العالم. إذا كان في العالم بيحصل كده فكان بالأولى إن احنا نتعلم ده مع الله. وزي ما بيقول بولس الرسول صلوا بلا انقطاع. نحن في احتياج إلى صلاة لحوحة، لأن اضطرابات الأمور العالمية المحيطة بنا كثيرة جدا، لأن الحية المتعددة الرؤوس تضايقنا كثيرا وتورطنا أحيانا في صعوبات غير متوقعة حتى تحضرنا إلى الحديد وإلى الخطية بأنواعها. في الفقرة اللي جاية قديس كيرلس هيتكلم عن أهمية الصلاة، هيقول ثلاث حاجات مهمة جدا من أجلها ينبغي أن نصلي. أول حاجة إبليس ومحارباته، إحنا بنصلي عشان ننجو من إبليس ومحارباته. تاني حاجة زد على ذلك، فهناك أيضا ناموس الشهوة الطبيعي المختبئ في أعضائنا الجسدية والذي يحارب ناموس ذهننا كما يقول الكتاب. دي تاني حاجة، ناموس الشهوة الطبيعي اللي ساكن فيه أجسادنا، أفكارنا، كلامنا، طريقتنا، طباعنا، كل الحاجات دي بتحاربنا. فالصلاة تستطيع أن تلجم شهوات الإنسان. وأخيرا هناك أعداء تعليم الحق
أي عصبة الهراطقة الدنيسين النجسين الذين يقاومون من يرغبون أن يتمسكوا بالتعاليم الصحيحة. ثالث حاجة الهراطقة، محتاجين نصلي من أجل أن الهراطقة وتعاليمهم لا تستقر فينا. طب إيه أهمية أن احنا نصلي عشان ننجو من الهراطقة؟ الحقيقة لأن التعليم لا ينفصل عن الحياة، دايما يقولوا كده الإنسان هو ما يؤمن به، يعني هو بيتشكل على ما يؤمن به. لو واحد بيؤمن إن القتل هو ما يرضي الله بيعيش كده، زي بالظبط ما ربنا يسوع قال حينما يقتلونكم يشعرون إنهم يقدمون خدمة لله، ده بناء على فكر. اللي عارف إن الصلاة والوحدانية هي مثالها الثالوث القدوس فهو بيحيا في وحدانية مع إخوته، فكل واحد بيعيش ما يفكر به وما يؤمن به وما يعتقده. عشان كده مهم إحنا نصلي من أجل إن تعليم الحق هو اللي يسود. لذلك فالصلاة المستمرة والجادة هي ضرورية جدا، وكما أن الأسلحة وآلات الحرب هي ضرورية للجنود ليتمكنوا من قهر أعدائهم، هكذا الصلاة بالنسبة لنا، لأنه كما يقول الكتاب أسلحتنا ليست جسدية بل قادرة بالله. الصلاة المستمرة والجادة والضرورية عاملة زي السلاح في الحرب، هي ضرورية جدا للجندي عشان يقدر يقهر أعدائه ويغلبهم. وهذا ما ينبغي أن أضيفه أيضا لأنه يفيدنا في اللجوء إلى الصلاة سريعا. إيه القديس كرولوس عاوز يضيف إيه؟ فبيقول فالمخلص ورب الكل تراه مرة ومرات يقضي الليل كله في الصلاة، عندما كان على وشك أن يجتاز ألامه الخلاصية على الصليب الثمين نجده يحني ركبته ويصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. هل حدث هذا لأن الذي هو الحياة كان خائفا من الموت؟ هل كان هذا لأنه لم يكن له مهرب من الشبكة ولا خلاص من الفخ حتى أن يد اليهود كانت أقوى من قوته؟ كم هو رديء أن نفكر هكذا، فهو بالطبيعة الله ورب القوات، ورغم أنه كان مثلنا في الشكل فقد احتمل الآلام على الصليب لأنه هو معيننا كلنا. فهل كان يحتاج إلى الصلاة إذن؟ ولكنه فعل هذا لكي نتعلم أن التوسل أمر لائق ونافع ومملوء بالمنافع، وأنه يجب أن نكون مداومين على الصلاة حينما تصيبنا أي تجربة وحينما تضغط علينا قوة الأعداء كموجة عنيفة. قديس كيرلس بيتساءل، هو ربنا يسوع صلى ليه؟ هو كان محتاج للصلاة؟ هو ما كانش قادر لأنه الحياة كان خايف من الموت؟ ولا ما كانش قادر يهرب من شبكة الموت؟ ولا ما كانش قادر يتخلص من فخ اليهود وكان يد اليهود أقوى منه؟ قديس كروس بيقول طبعا إن من الرديء إن احنا نفكر هكذا، لأن الله ربنا يسوع المسيح هو الله بالطبيعة ورب القوات، وعلى الرغم من إنه شكلنا إنه احتمل احتمالات الصليب فده لأنه كان بيعيننا. وهنا بيرد على تعليم نسطور والتعليم الخياليين اللي كانوا بيقولوا إن صليب ربنا يسوع ده شيء وهمي. فهل ربنا يسوع كان محتاج للصلاة؟ لا، هو كان بيعلمنا إزاي إن الصلاة هو أمر لائق وملوء بالمنافع، ويجب أن نكون مداومين على الصلاة حتى لما تصيبنا تجربة تضغط علينا يكون عندنا قوة عشان نقاوم الأعداء. ولكي نلقي ضوءا آخر على هذا الأمر نضيف أن حديث الإنسان مع الله شرف عظيم للطبيعة البشرية. الصلاة هي شرف عظيم،
كون الإنسان يتكلم مع خالقه. وهذا ما نفعله في الصلاة، إذ قد أوصانا الرب أن نخاطب الله كآب. هنا ده الشرف الحقيقي بقى، إن إحنا صار الله أبونا ونقول يا أبانا. فإن كان أبا فبالضرورة هو يحب أولاده ويدللهم ويكرمهم ويحسبن أهلا لرحمته وصفحه. فاقتربوا إذن بإيمان مع مثابرة، واثقين أن من يسأل المسيح بلجاجة فهو يسمع له. ذلك الذي به ومعه لله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى دهر الدهور أمين. إذا كان الله أب فهو بالضرورة بيحبنا وبيدللنا ويكرمنا وبيحسبنا دايما مستحقين لرحمته وغفرانه. عشان كده القديس كيرلس بيدعونا إن احنا نقترب من الله بإيمان لننال الغفران وباستمرار ومواظبة، واثقين إن أي حد هيسأل المسيح المسيح هيسمع ليه لو كان هذا الإنسان بيصلي بلجاجة. نختم عزة القديس كيرلس اللي أنارت عيوننا وقلوبنا، ونلتقي معاه في العزة 79 بعنوان الآب يهبنا العطايا الروحية، ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين.